ده اللي الطفل اللي بيشوفه لما تكون انت بتعمل له كده زي ما انت عارفين انا بقيت يوتيوبر، فاليوتيوبر ما ينفعش يفضل على نفس القماشه، لازم اغير مره، البس قماشه كده قماشه كده قماشه كده، بقلب رزقي. انا قررت ابدا سلسله جديده اسمها ما وراء ال، ولسه مش عارف بقيه التكمله تبقى ايه، هي ما وراء الحاجه. موضوع حلقتنا النهارده هيبقى ما وراء اعلانات رمضان. ليه بعمل ما وراء دوت؟ علشان حسيت ان انا محتاج اقعد احلل معاكم، اطرش الافكار اللي عندي، علشان هي واقفه لي هنا في زوري وانا مش لاقي حد اتكلم معاه. انا وانا بتفرج على اعلانات رمضان السنه دي حسيت ان انا مفتقد تحليل استراتيجي بتاع هشام عفيفي. سافر هشام عفيفي الراجل اللي علمنا ازاي نبقى كونتنت كريتورز. ليه معظم اعلانات رمضان السنه دي كلها اغاني وكلها شبه بعض؟ لو جبت اي اعلان منهم وحطيت عليه اغنيه الاعلان اللي فات هتلاقيها شغاله عادي. حكايتنا حلوة. مثلا نتفرج على اعلان اورنج. ابن نكتة اسمراني عيونه سمرا والجدع بطنه. الكرييتيف قال يلا احنا ايه الحاجات اللي بتنجح كل سنة اورنج من ايام ما كانوا موبينيل. اغنية حسين الجسمي شكرا. ليه بيعملوا كده؟ علشان خد بالك الناس دي بتبقى يعني هو واحد قاعد في شغله، انت مش عايز تخسر شغلك، فهو بيجي عامل ايه؟ عامل اغنيه علشان نفعت السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، يلا نعمل كمان اغنيه علشان تنفع السنه دي كمان. ما كناش هنلاقي حاجه السنه دي ننزل عليها صورنا مع عائلتنا والناس اللي بنحبها من غير فاهم اغنيه لحسين الجسمي في رمضان، مش نعرف نكذب. انا ما عنديش مشكله بجد، انا ما كانش عندي مشكله لحد اخر لقطه في الاعلان اللي طلع فيها احمد عز. الاغنيه بتقول اسمراني عيونه سمره، دي مش مواصفات احمد عز خالص، بس الكرييتيف قدم الكرييتيف ده عشان برضه تبقى عارفين الكرييتيف ده اللي هو الشخص اللي بيكتب الاعلان ويتخيل بقى هيبقى عامل ازاي وكده، بيروح يقدمه للكلاينت. الكلاينت ده اللي هو ايه؟ زي المدرس كده، شركه اورنج نفسها. لو اتفضل انا عملت الواجب، بيبص كده يقول اه اغنيه تمام، حسين الجسمي تمام، الناس الحلوه الدافيه الجميله شعب مصر، هنقعد نلف فرى وحواري ونجوع ومصر العليا والسفلى وكل حاجه، هنصور كل شبر في مصر تمام تشيك. عنده مشكلة، هو الكلاينت بيقول كده، اشمعنى اتصالات ووي وفودافون جايبين ناس مشهورة؟ اشمعنى أنا إعلاني ما فيهوش ناس مشهورة؟ فساعتها الكرييتيف بيقعد هيقول ايه يا عيني، ما هو تقول له لا 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 معلش، يعني انت اعلانك حلو وكل حاجه بس انا لازم يبقى في حد مشهور كده، انت عارف يعني بيمشي الدنيا وبتاع. مين الشخص اللي كان ينطبق عليه مواصفات اسمراني عيونه سمراء؟ محمد رمضان. بس هو ماضي مع اتصالات، فقال لك طب خلاص بقى احنا ايه، على استحياء كده الجزء من الاغنيه اللي ما فيهوش اسمراني عيونه سمراء هنجيب احمد عز في الاخر يعني يسند الدنيا شويه. اصل ما يعني الشركات التانيه بتاعت الاتصالات تقول علينا ايه، ان احنا يعني معناش فلوس ان احنا نجيب حد مشهور؟ لا، احمد عز يا جدعان بياخد الشيء وشويات، نعمل له بقى برضه نفس السفره الطويله اللي كانت معموله قبل رمضان. اصلا مش فاهم يعني ايه كان عامل مائده رحمن قبل رمضان، بس يلا الناس اللي كانت في المنطقه دي اتكلت الحمد لله. بس ده تخميني لما وراء الكرييتيف بتاع اورنج. اللي بعده اعلان اتصالات، يعني نبص عليهم مع بعض وكده. يقولوا الوقت الحلو ويقعد اللمه دي ساعه، محتاجه سماعه ساعه فرحتنا ما تتقدرش ونلاقي ولادنا. ماشي، اولا انا ما بحبش لما حاجه تتقال يقوم الفيجوال او الحاجه الصوره اللي انت هتشوفها تبقى شبه الحاجه اللي اتقالت دي بالظبط. ساعات الوقت الحلو ويا حبيبك بيطير، فهم جايبين محمد رمضان بيطير من طيار، فاهمني؟ ساعه اللمه فاحنا هنجيب لمه، نرقص يا جماعه بنرقص، لازم الحاجه تبقى حرفيه. ده حاجه اسمها استسهال، انك بتجيب الكلام تعمله زي ما هو تصوير وبس. تاني حاجه الكومبو بتاع محمد رمضان وانغام غريب جدا، محاوله ان هما الاثنين يغنوا على نفس الطبقه. لا 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 لا، حاجه ظلمه للاثنين يعني. محمد رمضان كده كده عارفين ان هو ماضي مع اتصالات، انا مش فاهم هم جابوا انغام بس لا، يا ترى انغام جت ازاي مثلا؟ اللي هو طيب ماشي احنا معانا محمد رمضان، عايزين بقى ايه وجه نسائي بقى علشان نكون جبنا الشرق من الغرب. طيب وعايزين حاجه تبقى ايه تير شويه، احنا عارفين محمد رمضان ايه، كل الناس بتسمعه الشعبيين وبتاع، احنا عايزين حد ايه برضه يقول ان هو اتصالات برضه دي ايه فيها حته. عارف انت لما تبقى في مجال الاعلانات قوي تبدا تسيب الاعلان بتفكر هو اه مين هنا؟ اكيد الكاتب بتاع الاغنيه دايما بهجت قمر، صح؟ هتلاقوه في معظم الشوتات. تاني حاجه كان في شوت لمحمد رمضان وهو في الديسكو كان بيرقص مع نجيب ساويرس، يا ترى نجيب ساويرس خد كام؟ بجد محمد رمضان عنده هما الثلاث حركات بيقعد يكررهم كده، فاهمني؟ بس هو جامد، بس
فاهم؟ اه في حاجة غريبة بالنسبة لي برضو في إعلانات رمضان، إن هي بتطلع النجوم من الكومباوندز بتاعتهم. مفيش أي مشكلة إنك تبقى عايش في كومباوند عادي جدا مفهوم بتاع، لما أشوفك في مكان أنا استحالة أشوفك فيه ببقى عارف إنك يعني جاي هنا علشان أنت عندك مهمة بتاع. يعني أنت عمرك ما هتروح حارة شعبية وتلاقي محمد رمضان بيتمشى عادي كده وواقف على ترابيزة بيرقص، عشان هيبقى حاجة غريبة لو لقيت محمد رمضان بيقف على ترابيزة. عمرك ما هتلاقي أحمد عز في معيد الرحمن مع ناس إلا لو في كاميرا بتصوره. تمام؟ إعلان وي يعني لو في حاجة الإعلانات دي بتقدمها، أول حاجة إنك بتبقى مبسوط لحد زي عصام عمر إن هو بدأ يطلع في إعلان كبير وإنه بدأ يحقق نجاح مع الأسامي اللي هو موجود فيها دي، وبتبقى مبسوط اللي طلعوا في الإعلان إن هما هيعرفوا يدفعوا مقدم فيلا جديدة إن شاء الله، وأغنية حلوة تقدر تستخدمها علشان لما تنزل صورة مع خطيبتك أو مع أصحابك، هو ده التارجت أصلا. إنما بقى إحنا بنبيع إيه؟ إحنا مش فارقة كده كده الشبكة، يعني تفاهم بقى. انت اللي شبه بتقولش على بالي حبيبي. برضو حاجة انا اسف ان انا بقاطعك والله في الفرجة على انا اسف يعني، بس فكرة انك تجيب ناس مشاهير في اعلانات وتعمل كان في بينهم مسلسل صغير كده يعني، فاهم؟ اصل انا عارف ان خالد النبوي وهند صبري مش متجوزين، اللي هو لو كان في اتنين كاست عادي طالعين بيعملوا الدور دوت انت هصدق اللي هو اه اوكي ده دور كده بتاع، فحس ان هم شبهي، انما دوت انا عارف قصتهم كويس قوي يعني. ما هو ده التمثيل وانا غبي. عليا ما بتقولش. طبعا احمد مالك بحبك، كان بادية السنه اللي فاتت صح، كان عباره عن ان هو 8 اجزاء تقريبا. هاي هاي في واحده بيحاول يبدا معاها كلام وان هو الباديه الحياه بتبتدي من هنا وبتاع، عدى سنه بقى فهنا هو ارتبط ودي كانت الاكس. مين ترفض احمد مالك؟ هيبعد مين واحنا اللي ما بيننا، اللي هي يعني ما اتشبكتش مش مشبوكه ما اشربش عليها شاي لسه. اكيد راجعين مسافات من بلا مسافات. اختي شايف الاعلان في كل سنه كده، فكره انك اكتر شركه تعرف تجيب اكبر عدد من النجوم الساطعين في الفتره دي علشان نجيب اكبر سكوب من البشر. ما قدموش كرييتيف، لا كرييتيف اكشلي كان حلو يعني، بس انا قصدي ان هم باعوا للكلاينت باسامي. عد معايا كده على ايدك، عندك ايد واحده ولا ايدين؟ انت هتحتاج تلات ايد عشان انا هجيب لك نجوم كتير قوي. خالد النبوي، هند صبري، احمد مالك، سام عمر، تمام. يلا بقى نشوف بقى هنعمل بيهم ايه بقى، يلا كلمهم بقى شوف بقى البادجت كام، ويلا عشان هنبدا، يلا عشان نعمل اعلان. انا فاهم الاعلان حلو جدا والاغنيه حلو جدا، بس هو برضو انت استخدمت نفس القالب اللي بينجح كل سنه، فكره الاغنيه الايموشنال الناس هتستخدمها على صورهم بما فيهم انا، عشان ما اكدبش انا مش فساح، بس في نفس الوقت هي قصص مش حقيقيه ومتكرره ومش محسوسه، انت فاهمني؟ يعني احط مثلا نفس الاعلان ده ونفس الاحداث اللي حصلت واحط ساعه اللمه دي ساعه، ساعه اللمه دي ساعه محتاجه سماع ساعه، هتشتغل عادي جدا. للاسف فاضل ايه؟ اكيد اعلان فودافون بقى. ده في كلمه تغير دنيا بتغير دنيا بحالها، شوف كم واحد اجلها وغلاوتك ندموا عليها. مين لسه بيستخدم نوكيا بجد عشان تعرفوا انه في حاجه؟ هقول الاول حاجه اللي مضايقاني، اللي هو مثلا الاعلانات دي كلها على بعضها. تعال الاول نتكلم على الاعلان. بص في كلام كتير عايز اقوله بس حاسس ان هو كلام محشور في زوري. في فكره مهمه ما اتنفذتش او ما اتعملتش في معظم الاعلانات اللي انت شفتوها ديت، وهي فكره الانسايت. الانسايت ده لو هتعمل حاجه في الفتره دي لازم تعمل الحاجه لايقه على اللي حصل السنه دي، يعني السنه اللي فاتت دي، السنه اللي احنا مرينا بيها حصل حاجات في الحياه في مصر في الحياه عامه، فانت محتاج انك ما تكونش حاطط ايدك على ودنك بتفكر من غير ما تكون بتسمع اي حاجه حصلت حواليك، وتقرر انك يلا بقى انا ايه، انا عارف انا هعمل ايه، هجيب حسين الجسمي وعمرو دياب وانا جمع وكل واحد فاهم سكته ايه، اللي هو انا هلعب ايموشنال وانا هلعب ايموشنال. الانسايت اهميته انك تحسسني انك عايش معايا، ما تموتش كل الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت. اي اعلان فيهم كان ينفع تشوفه في 2012 عادي، ما فيهاش الروح، ما فيهاش تفكير. انك اتكلمت على الحاجه اللي حصلت، ومش قصدي احداث معينه، انا عارف ان الفتره اللي فاتت ولسه مكملين يعني ان في فترات صعبه، فانت مهم انك حتى لو مش هتجيب تتكلم عن اللحظات الصعبه زي مثلا اللي زين قدموه. وبالمناسبه انا عايزكم فعلا تروحوا تتفرجوا على الاعلان بتاع زين ده، فكره انك يبقى عندك انسايت قوي، وانك يبقى عندك شركه قويه وعندها مخ وبق مش بيركب ترند، مقدم لك حاجه فعلا اقصى ما تقدر انك تقدمه كاعلان او كميديا
في الوضع الحالي في وضع اصلا الناس كتير مش راضيين يتكلموا عنه، مرافعه زين رمضان. روح الروح، روح الروح. شعرك هبلي حتى من بداية الكوبي هي تقيلة جدا، فكرة احنا في رمضان دلوقتي فتعالى ننسى اي حاجة بتحصل في الحياة ويلا بقى الحياة جميلة واللمة والعيلة والفرحة، دي مش حاجة صح. لو انت مش عايز تتكلم عن الجزء الصعب اللي حصل في الفترة دي فانت مثلا ممكن تتكلم عن حاجات تانية بقى لها علاقة بمواقف حصلت، مش عارف ايه، حاجات مترقعة مش عارف ايه، بس ما تعمليش واحد ماسك موبايل نوكيا عادي 6600 عادي جدا. تاني حاجة، عارف ايه اللي بيجمع كل الاعلانات دي تحت امبريلا كبيرة؟ هو فكرة ان كل الشركات بتبقى عارفة هي الشركة التانية تعمل اعلان على ايه. خد بالك الكرياتيفز او الشركات اللي بتعمل افكار الاعلانات هي ممكن تبقى نفس الشركة بتقدم هنا وهنا 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 وبتشوف بقى مين يقبل بقى، كله بيبقى عارف ايه اللي قدم، محدش مثلا خد باله اللي هو طب انا اعلاني ده شبه اعلان شوية توليت توليت خلاص فاهم، وبيلموا بقى الكراريس وبيبدأوا يصوروا، ما خدوش بالهم ان هم احنا بقالنا يا جدعان كل لما حد يكلمنا يقول لنا بقى ايه انتوا روحوا صوروا في وسط البلد وفي حارة شعبية في الصعيد واحد ست كبيرة فرح، فهو اوردر التصوير بيطلع شبه بعضه زي انت واصحابك لما كل يوم تطلبوا من نفس المطعم كشري، بس كل واحد فيكم بيطلب في وقت مختلف، بيجي الدليفري اربعة اشخاص دليفري كده بيجوا بيقفوا ويخبطوا على باب الشركة، يا فندم حضرتك طالب من كشري ده فندم، طيب حضرتك طالب من كشري يا فندم، حضرتك طالب من كشري يا فندم، طب ما كنتوا تطلبونا مع بعض بقى يعني. ممكن هما الاربعة يجوا مع بعض كده يقولوا طيب خلاص احنا هنجيب 40 ممثل وشخص مشهور ونعمل اغنية نجيب فيها الاكبر من حلم العربي بقى، نجيب فيها الجسم ولسه وعمرو دياب وبتاع، يعني بقى حاجة عظمة بقى. ده كان تحليلي في ما وراء اعلانات شركات الاتصالات لرمضان 2024. لو عجبتكم السلسلة خايف ان هي متعجبكمش او اشك ان هي تعجبكم، بس انا كنت حاسس ان انا محتاج افضفض، اعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو دوت علشان نوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وافتكروا ان ساعة اللمة دي ساعة في لحظة عارف قال لي يحفظ ونيلك وتعتبي يا نبي هو، وده كان اعلان تاني في حياتنا، لا ده كان اعلان تاني يا لالالي ويا لالالي ويا لالي ويا لالي. انا بجد دماغي ساحت، انا اسف دماغي ساحت. Boy.